مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشرة الواحدة فيما يلي عنوان: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بكم المكاسب ويؤكد أن يوم العلم محطة للعبرة وحافز للوعي ومسلك للإصلاح على ضوء التوازن والوسطية والوطنية العلمية، ويبرز ضرورة الموازنة بين الأصالة والتوق إلى العصرنة. وفي النشرة: وقفة عند قاطرة اقتصاد المعرفة، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. ورائد التحصيل العلمي، المدرسة الوطنية العليا للرياضيات. وجمعية اقرأ، الإسهام الفعال في محو الأمية في الجزائر. وعلى ضوء الإشعاع العلمي، يكرم التلفزيون الجزائري نظير مرافقته الإعلامية للمؤسسات الناشئة في مسار بناء اقتصاد المعرفة في الطبعة الثانية لبرنامج حاضنة أفريقيا باي أنكنيوب مي، حاضنة الأفكار والابتكارات الشبابية في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي التنمية نتابع تقدما في أشغال الطريق الوطني الرابط بين عين دفلة وتيبازا، ومشروع ازدواجية الطريق بين المشرية والبيوض على مسافة 30 كيلومتر سلامة وسيولة مرورية. أهلا بكم من جديد. تعيش الجزائر اليوم على ضوء إشعاع علمي وثقافي، نستذكر بنوره مناقب رائد النهضة وأستاذ الإصلاح ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإمام الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، ومعها تحتفي بكم الإنجازات الهامة المحققة في المنظومتين التربوية والجامعية. وفي رسالة بالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الذكرى محطة للعبرة وحافزا للوعي ودافعا للتأمل ومسلكا للإصلاح على ضوء الفكر المتوازن والوسطية، مبرزا ضرورة استشراف المستقبل من خلال الفهم العميق لواقع العصر ومتطلباته في موازنة بين التشبث بالأصالة والتوق إلى العصرنة. السيد الرئيس عدد المكاسب والإنجازات، حيث بلغ عدد المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاث حوالي 11 مليون تلميذ، وارتفع عدد الطلبة في الجامعات إلى 1,700,000 في أزيد من 60 جامعة ومركزا جامعيا، بالإضافة إلى 37 مدرسة عليا، ناهيك عن دور الزوايا في نشر قيم الدين والعلم وتحصين الهوية الوطنية، وهي منارات التعليم والإشعاع الروحي والحضاري. السيد الرئيس دعا الشباب إلى التحلي باليقظة أمام التحديات الدولية الراهنة والتسلح بالوطنية العلمية وحسن التحصيل والتفتح الحضاري لتفادي هزيمة الفكر، بل والتوجه نحو الإبداع السامي والاكتشاف الراقي بما تقتضيه حركة التنمية في الجزائر. وعلى ضوء الإشعاع العلمي، يحتضن القطب والتكنولوجي بمدينة سيدي عبد الله اليوم الاحتفالات الرسمية بيوم العلم، والجزائر تحتفي بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. الاحتفالات والتي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، حضرها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد إلى جانب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي، وتخللتها تكريمات ومعرض لمشاريع من إنجاز طلبة عديد الجامعات والمدارس العليا في الوطن. في التخصصات التكنولوجية اللي عندها أهمية كبيرة، وكان سيد رئيس الجمهورية عطى أهمية كبيرة لهذه المدرستين، وإحنا جينا اليوم باش نتمنوا كل العمل اللي رام يقوموا به من ناحية التكوين
من ناحية البحث العلمي، من ناحية حتى مخرجات التكوين والبحث العلمي فيما يخص هذه المدرستين. شيعت اليوم بالمقبرة المسيحية ببولوغين جنازة المناضلة جولييت أكومبورا، حرم المناضل الراحل جورج أكومبورا بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيكا ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علهم. وفي تأبينية الفقيدة عدد وزير المجاهدين مناقب الراحلة ونضالاتها في مناهضة الاستعمار الفرنسي ومساندة القضية الجزائرية العادلة. حين نستحضر مواقفها المشرفة نستحضر البعد العالمي لثورة نوفمبر المجيدة التي كانت مؤسسة على رسالة الحق ورسالة القيم والمبادئ الإنسانية السامية. ستبقى الجزائر وطنا وشعبا وجميع أحرار العالم مدينين لنضال جولييت التي أبلت البلاء الحسن في نصرة قضيتنا العادلة. بالعودة إلى يوم العلم وعلى هذا المسلك الرائد الحكيم، وفي إطار الابتكار المفتوح انطلقت أمس فعالية الطبعة الثانية لبرنامج حاضنة أفريكا باي أنكيوب مي، المنصة الإلكترونية التي تحتضن أفكار وابتكارات الشباب على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط قصد دعمهم في مسار إنشاء مؤسسات تنشط على ضوء القانون الجزائري. الطبعة التي عرفت مشاركة عدة دول إفريقية وآسيوية بينها فلسطين والمملكة العربية السعودية حضرها عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفيها تم تكريم التلفزيون الجزائري نظير مرافقته الإعلامية للمؤسسات الناشئة على نهج بناء اقتصاد قوي للمعرفة. إكرام قاضي. برنامج أفريكا باي أنكيوب مي في طبعته الثانية جسر يوصل بين الشباب حاملي الأفكار والابتكارات وبين كل الفاعلين في النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، ما يسمح للجزائر أن تصبح قطبا حقيقيا للابتكار في القارة والمنطقة. أطلقنا أفريكا باي أنكيوب مي لإفريقيا والشرق الأوسط، يوم كل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة اللي تنشط في هذا لا ريجيون يقدروا يبعثوا المشاريع تاعهم في لا بلاتفورم تاعنا www.ankumi.com لمدة حوالي شهرين، من بعد نديروا عملية اقتناء لحوالي شهر ونص اللي باش يكونوا معنا حوالي 15 مشروع اللي احنا رافقوه لمدة 4 أشهر هنا في الجزائر. اليوم نحن متأكدون أن هذه الطبعة ستكون كما كالطبعة الأولى إن شاء الله مفخرة للجزائر، وستمكن نظام بيئي للشركات الناشئة في الجزائر أنه يكون له صدى على المستوى الدولي. وزارتنا ترافق كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النظام بيئي شركات الناشئة في الجزائر، ولعل هذه المبادرة منظمة من طرف حاضنة أعمال أنكيوب مي التي فازت منذ أسابيع بأفضل حاضنة على المستوى الوطني. مرافقة على جميع الأصعدة يحظى بها هؤلاء الشباب قصد تطوير أفكارهم وتذليل العقبات التي تواجه مشاريعهم المبتكرة في بلادنا. وضمن المكاسب المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، قاطرة نحو اقتصاد المعرفة وصرح علمي لتكوين النخبة. ليلى محمد محدودة. متميزون في دراستهم ومتفوقون في جهودهم، إرادة قوية وعزيمة فولاذية لرفع تحديات كبرى، هو شأن طلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. أنا حابة نقولوا حنا نبنوا العمل، ماشي نطلبوا العمل، لسنا طلابا للعمل، بنوفروا حنا العمل، نفتحوا دي زاسوسياسيون خدمة وحنا نفتحوا مناصب شغل للناس. أنا نقول لي باشوليي واللي راهم بعاد مازال ما وصلوش، حط هدفك شوية بعيد. صغير كنت أطمح بأن أكون مبرمج في المستقبل، أحب المغامرة، أحب شيء أن أكتشف شيء جديد، لذلك قمت باختيار هذا المجال لكي أساهم في تطور بلدي في المستقبل. لدينا une formation importante, une formation
كونسيديرابل ومليحه نقدروا منا 5 ان شاء الله نقدروا نبدلوا عفسه ونديروا اون انوفاسيون باغ اكزومبل ونديروا عفسه تعاوننا ونعاونوا بها البلاد. أزيد من 200 طالب وطالبة يدرسون بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله تخصص ذكاء اصطناعي يؤطرهم أساتذة وخبراء من مختلف مناطق الوطن. تستقطب خيرة أبناء الجزائر أصحاب المعدلات المرتفعة في البكالوريا من بكالوريا شعبة رياضيات علوم تجريبية وتقني رياضي. الطلبة نقوم بتأطيرهم ونحثهم على أن تكون لديهم روح المبادرة من أجل النشاطات، وليس فقط ذلك وإنما أيضا تحفيزهم على تأسيس شركات. المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي فرصة مواتية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وثمار التحصيل النوعي تحصد طيبة في أولى نتائج المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله، فتية النشأة بعيدة الآفاق من العبديشة. لم تمضي 6 أشهر بعد على انطلاق الدراسة هنا في المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، مدرسة وفرت كل الظروف اللازمة للطلبة للتحصيل الجيد. نتائج السداسي الأول أثبتت ذلك. الأساتذة تاعنا بزاف ملاح ما شاء الله عليهم، يعني يوصلونا بزاف المعلومة. الفصل الأول جاز بيان. كي نجيو هنا للبيبيوتيك نلقاو دي ليفر دو تو لي دومين، ميم دي فوا دي دومين اللي مازال ما لحقنا لهمش ولا، دونك يا صديق كاين المجال للفضول، معناتها إذا عندك فضول تحب تعرف على عفسة ولا، دونك كاين تلقى دي ليفغ كونسيرنون بزاف لي سوجي. كونسيرنون لي بروف ما شاء الله جابوا لنا إطارات، بون شفنا أن كوتي لو كوتي لو فغي كوتي تاع لي مات، ماشي كما كنا نعرفوا لي مات في الليسي. بعد نهاية السداسي الأول الأساتذة لاحظوا أن هاد الطلبة نجباء وعندهم قدرات كبيرة والمستقبل تاعهم إن شاء الله ظاهر. سعيد، سمر، سهيل وغيرهم من الطلبة اختيارهم لهذه المدرسة جاء عن قناعة، فهي بداية الطريق بالنسبة لهم للمساهمة في خدمة وطنهم. نظرا لهاد لي كونديسيون اللي راهم متوفرين من واجبنا نعاودو نردو الجميل للوطن بالاستفادة الكاملة من الموارد المتوفرة. الغاية من هذه المدرسة هو أنه يكون كاين واحد الاستمرارية في الرياضيات، نبنيو حاجة جديدة. اهتمام السلطات بهؤلاء الطلبة النجباء والمتميزين سيعمل في المستقبل على إنشاء جيل سيواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في شتى المجالات. وفي يوم العلم وقفة عند الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني في نشر العلم ومحو الأمية أيتها. سيدات لم تسعفهن ظروف الحياة لتعلم القراءة والكتابة، اليوم وبفضل جمعية اقرأ يحاربن الجهل ويلجن عالم العلم والمعرفة. احنا عايمين احنا نقراو الحمد لله، احنا نصحاب قراءة ما شاء الله، تعلمنا خير من اللي كنا في الظلام وخرجنا للنور ورانا نقراو في المصحف، نقراو الكلمه كي نخرجوها كنعرفوا نقراو ورانا رايحين ورانا جايين. الحمد لله يعني بفضل سعيهم هما لطلب العلم، يعني هنا نقولوا هنا يعني بفضلهم هما يعني توعوا يعني وتفتحوا الى امور كانوا يتجهلوا يعني كانوا يتجهلوها. إلى جانب تعليم أبجديات القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم يوفر مركز المحو الأمية بحطاطبة دورات تكوينية للسيدات تسمح لهن بدخول عالم الشغل. الحمد لله بما أن الجمعية راح يعني دخلت في مجال الرقمنة، احنا ماذا بينا نرافق هذه المرأة لاكتساب هذه المهارة وهي كيف تستعمل الوسائل التكنولوجية في حياتها اليومية. هن نسوة أثبتن بإرادتهن أن العلم ينير الدروب على اختلاف الفئات العمرية. هذا ويقترح عليكم التلفزيون الجزائري بعد نشرة الرابعة زوالا إعادة بث الحصة الخاصة حول يوم العلم بالعلم نرتقي، البرنامج من إعداد أمينة بن عبد أربو.
وفي تدريس وتعليم القرآن الكريم لفائدة المقيمات بمؤسسات دار الأشخاص المسنين بوهران، عمل جواري وتكافل اجتماعي وأجر وثواب كبيرين. عمر خالدي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. برنامج وطني مخصص لشهر الفضيل يسعى لتعليم وتدريس القرآن الكريم سطر لفائدة مقيمي بدار الأشخاص المسنين والعين من وهران. الدور تاعنا هنا يا نحاولوا الأمهات هادو بغاو يقرأوا قرآن، بغاو يتعلموا صلاة، بغاو أمور هادو الدينية، بغاو يتعمقوا فيها شوية. لقيت الفرحة فيهم، لقيت الإقبال، لقيت الحماس. دخلوا المرشى نصلوا ومن بعد نروحوا عند المطوعة قرينا القرآن ومن بعد نروحوا الإفطار. حافظة قولوا عودوا رب الناس، قولوا عودوا برب الفلاقي، نجا أسر الله يتبت هذا. فيما يخص البرامج اللي رانا مسطرينها على مستوى المؤسسة، هي رانا مبازين كترية على الجانب الديني، ورانا مكتفين المرشدات الدينيات قسم محو الأمية. مرشدات دينيات، مدرسون وأطباء وجدوا في ديار الرحمة روافقا لهم يسهرون على تحقيق استقرارهن وسعادتهن. يوميات مقيماتنا في شهر رمضان المعظم هي كسائر الأيام فقط نركز على الجانب الديني. إذا تكلمت على اليوميات تاع مقيماتنا تفوت بتكفل من عند الفرقة البيداغوجية، تكفل نفسي طبي اجتماعي. نجي مطوعات قرينا القرآن، نقرأ في النحو الأمية، الحمد لله يا رب خايبنا حتى حية حاجة مش خاصتنا. راني ندرس الأمهات تاعنا، نكسبوا معهم الأجر منها نعلموهم، وكاين إقبال كبير على الالتحاق بدروس محو الأمية. فمثل هذه المبادرات متواصلة طوال السنة وتتكتف في شهر رمضان بهدف تعزيز أواصر التضامن وإدخال البهجة على قلوبهن وإرشادهن لأخذ الأجر في هذا الشهر الكريم. في قطاع الأشغال العمومية يشهد الطريق الوطني رقم 65 الرابط بين ولاية عين دفلة وتيبازا تقدما ملحوظا في نسبة الأشغال على أن يتم تسليمه في القريب العاجل. ملك درهمونة. هو المنفذ الأقرب إلى البحر وعلى مسافة تقدر بعشرين كيلومترا، تعرف الأشغال فيه تقدما بنسبة فاقت 80%. هو الطريق الرابط بين ولايتي تيبازا وعين الدفلة. ساعدني 100% كاع. درك نقولوا ما كنت ندير، نقولوا ساعة ونص ولا نقولوا العبادية. درك نقولوا ان شاء الله تكمل نولي ندير نص ساعة. تنقص علينا المسافة وتنقص علينا المشية ونمشيو بها مليح. الطريق هذا يفوت الناس بزاف، الله يبارك، ولا طريق وطني. نقدروا نروحوا لتيبازا شرشال منا على كلين العاصمة يسهل، وبارابور بالنسبة تفوت منا على البليدة ولا تقطع منا خير. المشروع من شأنه فك العزلة عن العديد من القرى بالمنطقة، كما أنه يساهم في بعث الحركة الاقتصادية بالولاية. هذا الطريق الوطني 65 الذي يمتد على طول إجمالي يقدر ب 95 كيلومتر، حيث يربط كل من ولايات تيسمسيلت عين دفلة وتيبازا. أن الشطر هذا المعني بالأشغال يمتد على 20 كيلومتر، ابتدت فيه الأشغال يعني سنة 2019، يعني الأشغال راهي جارية حاليا. إن شاء الله نرتقي بالاستلام تاعها يعني في خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير. هذا المشروع يخص قلت 20 كيلومتر، بحيث 16 كيلومتر منه منتهية وتبقى 4 كيلومترات والأشغال جارية. مشاريع حيوية من شأنها تسهيل تنقل المواطن، كما أنها تعمل على بعث الحركة التجارية بين الولايتين. والطريق الوطني رقم 6 وبعدما كان نقطة مرورية سوداء لكثرة الحوادث وخطورتها به، يستفيد اليوم من مشروع لازدواجية الطريق في خط الربط بين بلدية مشرية والبيوض على مسافة 30 كيلومتر. شادلي عبد المجيد. يعرف الطريق الوطني رقم 6 في خطه الرابط بين بلديتي المشرية والبيوض كثافة معتبرة من مستعملي هذا الطريق، والذي يعتبر أحد النقاط السوداء التي عرفت حوادث مرور مميتة في الآونة الأخيرة. كانت فيها إشكالية كبيرة، صعوبات كبيرة، كانت لزاكسيدو بزاف، الموتى بزاف،
والحمد لله اليوم راهم داروا لها الازدواجيه نتاع الطريق، نشكروا من الدوله وراهم يصنعوا فيها، وما دابين يزيدوا يكملوها من البيوت، من البيوت الى البوكطوب حتى للولايه سعيده. كنا نعانوا من الطريق من سعيده المشريه وسيرتو من البيوض اللي كسموه. دروك رانا الحمد لله كاك طريق مزدوج راهم يخدموا فيه الحمد لله، زعما لاباس. وتبقى المصالح المعنية حريصة على تجسيد مشروع ازدواجية هذا الطريق في الأجال المحددة ووفقا للمعايير الوطنية للإنجاز. الشطر الأول اللي رانا مشينا فيه هو 112 كيلومتر تمينها، حاليا رانا في الشطر الثاني اللي يعطينا إشارة الانطلاق اليوم تاعو هي على مسافة 30 كيلومتر، ويبقى إن شاء الله الشطر الثالث اللي نأمل باش نسجله إن شاء الله اللي هو على مسافة 130 كيلومتر. تكلفة هذا المشروع تقدر ب 2 مليار دينار جزائري، يعني 200 مليار سنتيم. إن شاء الله في غضون 8 أشهر سيتم الانتهاء من هذه الأشغال، وبالإضافة إلى طريق هناك منشآت فنية. ويمثل هذا المشروع الحيوي رهانا اقتصاديا ذو أهمية بالغة على تهيئة عصرنة الطرقات بالجزائر. تحدي كبير يرفعه عمال مشروع إنجاز مدرج جديد بمطار إبراهيم غومة بولاية إليزي بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة وساعة الصيام الطويلة، والهدف تسليم المشروع في أجاله المحددة. إبراهيم بالخيرة. هم عمال مجمع كوسيدير للأشغال العمومية الكبرى يصلون الليل بالنهار لإتمامه مشروع المدرج الجديد لمطار إبراهيم غومة بولاية إليزي بالرغم من ساعة الصيام الطويلة ودرجات الحرارة المرتفعة. نخدموا في السخانة وصايمين وقادرين على هذا الشيء، تحدي بها نخدم بلادي ونخدم بلادنا في أي مجال، في مطار في حاجة أخرى في أي مجال، رانا هنا مع البلاد. يجاه نغلهم فول دس نبداد نخدم دس غزو سهد ساعتين دا توكسي تارات مدا. ثاني حاجة القرب بيتيم هذا لازم يكون درجة الحرارة ما بين 140 حتى 160 درجة وبا تقدر تخدم به هنا. مالقري مع جماعة رام صايمين مع الصيام شهر الصيام هذيك، الناس شوف التحدي الله يبارك، راك تشوف الناس قايمة وتخدم بجودة. إصرار وعزيمة كبيرة لدى هؤلاء العمال لإتمام هذا المشروع والمصنف ضمن المهن الشاقة في رمضان، فتعبير الطرقات ووضع الخرسانة المزفة يتطلبه درجات حرارة مرتفعة. منطقة إليزي معروفة بالحرارة الشديدة، وزيد على هذا الأشغال في درجة الحرارة تاع الأوروبي كما راكم تشوفوا الأشغال راهي ماشية. احنا رانا هنا إن شاء الله باش نوفروا كل الإمكانيات اللازمة للحفاظ على العمال. أشغال التزفيت تتطلب درجة حرارة لزوروبي، دونك وفرنا جميع الإمكانيات من أجل المحافظة على تسير الأشغال. رغم كل هذه الصعوبات احنا درنا التحدي بورك الأخر لابيست تتخدم في وقتها، وكي نغلقوا لابيست المدرج الرئيسي يلقاو ديجا لابيست هذه اللي برات. هكذا هم ابناء الجزائر اوفياء دائما لتقاليدهم الثابته في رفع التحدي عندما يتعلق الامر ببناء الوطن. دانت الجزائر بشدة لاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون فجر أمس في المسجد الأقصى من قبل قوة الاحتلال الصهيوني في انتهاك فاضح لقدسية المسجد وحرمته وتعد سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأكدت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، داعية المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة، مضيفة أن هذه الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني تؤكد من جديد الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وتحقق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل الاحتلال الصهيوني انتهاكاته اليومية ضد الفلسطينيين العزل وسط مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. هذا وتوالت ردود الفعل من العواصم العربية والغربية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على باحة المسجد الأقصى. تقرير لينا بوتخ. تتجه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو التأزم في ظل الاستهداف المباشر الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد المتظاهرين عبر استخدام الرصاص الحي عقب اقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين. فقد أصيب فجر اليوم فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات شهدتها بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، في حين اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة التل بالبلدة القديمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بنابلس ومحافظة الخليل وجنين. هذا وحذر جامعة الدول العربية من تصعيد الموقف في المسجد الأقصى المبارك محملة المسؤولية لقوات الاحتلال الصهيوني التي تمارس عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكذا ألمانيا فرنسا إيطاليا وإسبانيا إلى الحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بمدينة القدس. في جديد الوضع بأوكرانيا، تعرض مساء أمس مصنع للصواريخ المضادة للسفن في كييف لقصف روسي، كما وصل الجيش تدمير البنية العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل السيطرة على كامل أراضي دونباس. هذا وأعلنت موسكو عن إرسالها مذكرة دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية تحذر فيها من عواقب لا يمكن التكهن بها إذا لم توقف واشنطن شحنة الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أقدمت على طرد 18 موظفا يعملون في بعثة الاتحاد الأوروبي. رياضة الآن. ممثل الجزائر شباب بالوزداد يواجه سهرة اليوم وعلى ملعب الخامس جويليا منافسه الوداد البيضاوي ضمن مباراة الذهاب للدور الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، وذلك بحضور الجمهور، علما أن مباراة العودة للوفاق مقررة يوم الجمعة 22 أفريل الجاري، في حين سيلعب الشباب مباراة الإياب في 23 أفريل. وفي ذات السياق وفي إطار المنافسة نفسها، تعادل سهرة أمس نادي وفاق سطيف أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 0-0، وهذا بملعب 5 جويليا الأولمبية. ونختم بالحفل الأندلسي الذي احتضنته دار الأوبرا بوعلم بالسيح، حيث استمتع الجمهور بوصلات موسيقية للفنانين مريم بن علال وكريم بن غازي، صوتان شجيان تألقا وأبدعا بالقصيد والمديح من التراث الأندلسي العريق الاندمكي. عاش عشاق الطرب الأندلسي أجواء فنية ماتعة نابعة من عراقة هذا الطابع الموسيقي الأصيل الذي أداه كل من كريم بوغازي ومريم بن علال رفقة الجوق الجهوي لولاية تلمسان. راح نقدم إن شاء الله مجموعة من المدائح الدينية، لكن راح تكون يعني واحد يعني فيها من طابع الحوزي، وفيها يعني يكون مديح المصنع، وراح يكون فيه السامع، وراح يكون فيه المديح يعني شوية عيساوي. أنا بالنسبة لي الأندلسي تاريخ كبير، تاريخنا تاريخ الأندلس، العصر اللي كانت الأمة مزدهرة، كانت ثقافتنا مزدهرة، كانت حتى اللغة اللي كانوا يستعملوا هذاك الوقت كانت متطورة. السهرة امتزجت فيها روائع التراث الأندلسي العريق مع الحوزي والمدائح الدينية التي استمتع بها الجمهور. احنا وانا دي فون تاع لا ميوزيك حوزي اندلسي اون جينيرال ليس نوزا في فريمون بليزير اللي جينا ولقينا على السهره هنايا وعجبنا الحال بزاف. هي اللي غادي تبريزونتي الفن الحوزي والاندلسي اون جينيرال لا بارتي تاعنا تاع ريجان. مالغري كاين فيها شيوخ كبار، مي هي القريبه لينا اكثر. مي بن علال سي نوفا كو جادور، الحمد لله يا ربي، سيتي تري تري بال تري بال سواري. ديجا صافي بليزير انه لوبيرا دالجي عاود شفت البيبليك ديالها، صافي بليزير كو بعد الكوفيد عاودنا شفنا دي سواري كوم سا.
هي ليلة من ليالي أوبرا الجزائر، سافرت بالجمهور إلى الزمن الأندلسي الجميل الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الثقافة الجزائرية. كانت آخر محطة في نشرتنا قبل أن نفترق قراءة ثانية للعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بكم المكاسب ويؤكد أن يوم العلم محطة للعبرة وحافز للوعي ومسلك للإصلاح على ضوء التوازن والوسطية والوطنية العلمية، ويبرز ضرورة الموازنة بين الأصالة والتوق إلى العصرنة. وفي النشرة كانت لنا وقفة عند قاطرة اقتصاد المعرفة، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، ورائد التحصيل العلمي، المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، وجمعية اقرأ، الإسهام الفعال في محو الأمية في الجزائر. وعلى ضوء الإشعاع العلمي يكرم التلفزيون الجزائري نظير مرافقته الإعلامية للمؤسسات الناشئة في مسار بناء اقتصاد المعرفة في الطبعة الثانية لبرنامج حاضنة أفريكا باي أن كيوب مي، حاضنة الأفكار والابتكارات الشبابية في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي التنمية تابعنا تقدماً في الأشغال الطريق الوطني الرابط بين عندفلا وتيبازا، ومشروع ازدواجية الطريق بين المشرية والبيوض على مسافة 30 كيلومتر، سلامة وسيولة مرورية. شكراً لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، تقبل الله صيام الجميع، إلى اللقاء.